تقريبا مدة 40 يوم دابا حاليا. خويا الدرية هادي ما عرفنا كيفاش شنو وقع لها بالضبط، اختفت في واحد الظروف غامضة. لما خرجت من الدار تقريبا مع شي 10 ديال النهار، ملي خرجت اسيدي هما من دارهم تقريبا شي 2 ديال النهار بقاو قلبوا عليها والو ما لقاوهاش، ما كايناش الدرية، ما عرفناش شنو وقع لها بالضبط. اختفات، واش هزها شي واحد، واش الله اعلم، حنا ما عرفناش بالضبط. ملي مشات السيد الدرية ما كاينش شي واحد اللي سول على الدرية هادي ولا قال بلاتي نقلبوا عليها. المهم يومين ديال من ورا القضية ملي اختفات يومين تقريبا الدرية ما بقاتش بانت، ما بغاش حتى شي واحد ما بقى يسول عليها، الاثار ديال الدرية ما بقاش بان. هاد القضية تقريبا مدة 40 يوم، تقريبا مدة 40 يوم داز واحد السيد ويلقى جثة ديال الدرية باش عرفوا عرفوها بالحوايج، انما هو ما كانش بقى غير العظام وسميتو ما فواحد الحالة لا اله الا الله محمد رسول الله وصف. ما كاينش شي واحد اللي مهتم بهاد القضية ولا سوال ولا شي حاجة، حيت العائلة ديالها ما في حالهمش مساكن، حالة ضعيفة. كاين شي واحد اللي سوال قال بلاتي نتعاون مع هاد الناس ولا شي حاجة ولا كذا ولا كذا الى اخره، ما كاينش شي واحد اللي سول عليها كاع. وهذا الشيء اللي كاين اخويا. المهم راه ما عرفناش بالضبط شنو، البارح راجت الشرطه العلميه وكذا، مازال ما كاين حتى شي حاجه. وكنتمنوا من عند الله ان شاء الله يبان هذا المجرم، هذا اللي دار هذا الحال لهذا البنت، هذا بينا من عند الله يبان يا ربي. ولله حاشم، والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.